غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة بعض المواتر فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة إدك تحية لي قبل تاخذ دواء إدك تحية لي قبل تاخذ دواء بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر أبدا ما تنشر بعض المواتر أبدا ما تنشر هجرتك لماذا البعاد أكاد أموت لماذا العناد حبيبي ترفق فإني سقيم فأنت دوائي وأنت المراد أنت دوائي وأنت المراد. هذا الدواء حق وايد ناس يتفلسفون بمواترهم ذاك الوقت. طبعا هذا الدواء. نعم هذا الدواء مو كلامي، كلام راعي الموتر الحبيب الغالي فهد البارود بو عيسى. بو عيسى تعبان على السيارة، ما عرفتكم فيها، هذه غنية عن التعريف. هذا الاف بودي، الاف بودي يتشاركون فيه وايد، لكن بونتيك فاير بيرد 67 ما افتكر في احد ما يعرفه. سيارتنا بونتيك فاير بيرد 67 راعيها الحبيب فهد البارود بو عيسى. السيارة معدلة وعليها بلاوي، وهذا الكلام احنا قلناه في بداية الجزء الثالث ان داشين ويانا السيارات المعدلة مثل ما وعدنا اخوي فري الحجرف، قال بندخل المعدل، قلت له تمون الجزء الثالث للجميع، لجميع اهل السيارات. لكن اليوم يتحفنا اخوي فهد البارود بهذه الحلاوة وهذا الصاروخ 67 فاير بيرد بونتيك، بداية البونتيك الفاير بيرد. لما أقول هني زمن الشراسة 67، يعني لمواليدهم 67 يفتخرون أن انولدت الشراسة والقوة والعضلات والشغب كل شيء بال 67. شلون الفاير بيرد 67، الكامارو 67، أتوقع شيء من الكوغر الفوردات 67، لأن الموستن قبلهم وهم يو بعده. أحكي عن موترنا هذا 67، في وايد حكي. لا واللي زايد الكلام وزايد الحكي أخوي فهد البارود أبو عيسى، شنو حاط بالمكينة أو بالحوض، المكينة والجير والهورس باور وعلى قولتهم السوالف الموجودة داخل السيارة وبرا السيارة. طبعا مشاهدينا الفاير بيرد 67 البونتيك، هذه السيارة شخصيا أنا أذكرها بال 2004-2005 لونها زيتي عند علي الموسوي، لكن لما خذاها فهد البارود عطاها درجات اللحمي، درجات الوردي، درجات الأحمر، درجات شبه قبعد. فمشاهدينا اللون وايد حلو. طبعا السيارة 67
انزلت 6 سلندر و8 سلندر البونتيك الفاير بيرد، 6 سلندر ايضا نزلت غير سكان، بعد نزلت تماتيك غيارين وثلاثه غيار، ونزلت ايضا ثلاثه غيار واربعه غيار غير عادي. طبعا ال67 و68 قراب على بعض، اللهم السكن الامامي بال68 خذ لفه شوي، صار اكبر شوي، خذ لفه تغير العلامات شوي، زادت علامه البونتيك. اما ال69 لا شكله غير، طبعا هم جيل واحد، ال67 ل69 جيل الاول، الجيل الثاني 70 ل81، الجيل الثالث 82 ل92 بس 10 سنوات، الجيل الرابع 93 ل2002. طبعا الجيل الاول سيارتنا 67، المكاين اللي نزلت قلنا 6 سلندر 8 سلندر، ال69 غير ال7 وال8 تعرفهم، ال9 صار قريب على الجي تي او، ويها صار قريب على الجي تي او، البونتيك جي تي او، طبعا هو كله بونتيك يطعمون شويه، يمكن وايد اللي يشوفون البادي من بعيد على باله كومارو، طبعا الخياشيم اللي على الجنب هذه تثبت انها فاير بيرد، الاسطوب الخلفي مبين هذا فاير بيرد، الويه الكمارو 67 افتكر ليت واحد وسكن هني ليتين، والصدر والخياشيم من بينه بونتيك. طبعا اذا بتكلم عن السياره شنو سوى فيها فهد البارود، الماكينه 455 بونتيك، 455 الجير ترمك ثلاثه غيار من احلى الجيرات اللي حق المسابق. طبعا السياره تبيها شو شارع، تبيها مسابق، ما ماكو اي مشكله يعني. تقريبا فوق ال 650 هورس باور. نشوف السياره حتى من داخل مجهزه كانها سباق، يمكن ذاك الوقت مجهزينها حق الربع ميل حق المسابق يصير، لكن اليوم السياره شو. اذا نتكلم على الجيتشات اللي داخل والرول جيتش الموجود عليها الجول الداخلي الحمايه، هذا دليل سياره مسابق. طبعا تو سيت مركبين عليها سلندرين غاز حق الطباخ، لكن مو طباخ صبور ونقارير، لا لا، حق طباخ شارع، اللي يبي ينطبخ صح على تاوة صح، سلندرين 5 كيلو 5 كيلو ناهي اقطع ذبح. طبعا مشاهدينا واقفين الوقفة هذه عشان نبين البراشوتين الموجودين، ونبين ان السيارة مقصرة، يعني البوكيكس مقصر وصاير التواير السلكسات عليها. طبعا السلكس هذا يسمونه سلكس الشارع، سلكس مسابق، لكن احنا ما عندنا شيء اسمه سباق شارع، لا لا، الشوارع ما تسابق فيها، سباقنا دائما في الحلبة في النادي، والحمد لله اليوم عندنا حلبة على مستوى يعني. فالوقفة هذه مبينة براشوتين، كل ما زادت قوة الماكينة واللي على الماكينة، أما براشوتين أو براشوتين من أجل أنه يوقفون السيارة بالنهاية بالميد على قولتنا. طبعا السيارة إذا تحكي عن ماكينتها قلنا 455، السيارة ماكينتها مو هينة، مخروطة تقريبا 30، السيارة عليها بساتن مخروطة، عليها كرنك صح، كهربتها كلها MSD، عليها ذرعان، ثلاجة إدلبروك، كابريتر 950، يعني عليها بلاوي. نتكلم عن الداخلية مثل ما قال راعي السيارة وأخوي أيضا أبو أحمد مشاري النصار، الدقم الموجودة هذه لها طريقة، يعني دقمة عشان تشغيل، دقمة حق فتح الطرمبة، دقمة تكنسل الكهرباء. طبعا الحزم الموجودة، الحزم اللي عليها يسمونه أبو خمس نقاط، أبو خمس نقاط يعني يسكر من أكثر من نقطة، وهذا الحزام معروف يسمونه أبو نجمة، لا سمح الله شيات
ايضا في طفايه داخليه كلها بدقمه، هذه الله لا يقول تحترق السياره مره واحده بالمسابق من السلندرات غاز، الله لا يقول حادث الا ان فيها طبعا سيفتي حمايه. طبعا مثل ما يقول ابو احمد اخوي مشاري النصار ايضا كونه بعد معروف من نادي يقول في لها بدله، هذه البدله تتحمل النار تقريبا فوق العشر دقائق، يمكن هذه مدهونه بدهن سمسم اذا ماني غلطان. زين يعني تعجبت انا ان هذه البدله تحمي السائق فوق العشر دقائق في حاله الحريق، او نقول في حاله الحريجه لان حريجه احلى شوي. فاليوم احنا قدام سياره اخوي فهد البارود، بكل صراحه سياره مسابق كانت للنادي مسابق، اليوم سياره شو فقط، السيارة شو فقط. شفنا الرنقات ما شاء الله شون، التاير الخلفي السليكس طبعا هذا سعره وايد يعني مو رخيص. نشوف أيضا لو نبطل الدبة نشوف تانك البنزين مرحل، تانك البنزين مرحل داخل الدبة، طبعا بنزين هالفيول المعروف يعني مو بنزين العادي، يمكن يستخدمونه حتى بالطيارات، الطيارات يسمونه الفيول، هذا نفس البنزين تقريبا يكون أنظف يعني. فهذه سيارتنا وإن شاء الله عجبتكم، وإحنا على وعدنا مع ربعنا أهل السيارات المعدلة، وتعتبر من الوحوش والشراسة والقوة والعضلات. نشوفكم على خير، وإن شاء الله أيضا الأغنية حائزة على رضاكم، لأن السيب هني في أمان الله. قالت هجرت لماذا البعاد